الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ومن ضل فإنما يضل عليها ولا نبعث رسولا صدق الله العظيم. السيد رئيس مجلس التلميذ، السادة الرؤساء المصالح الأمنية ومنشأة الصفات، السادة رؤساء جماعة الصناديق، السادة رؤساء الغرف المهنية، السادة رؤساء المجالس المنتخبة، السادة رؤساء المصالح الإقليمية، السادة ممثلي وسائل الإعلام وفعالية المجتمع المدني، أيها الحضور الكريم، أود بداية أن أتقدم لكم بخالص الشكر على تلبيتكم الدعوة لحضور هذا الحفل الذي يخصص لتنصيب كاتب العام الجديد للعمل السيد عبد الله الحرش وباقي رجال السلطه الذي تم تعيين مؤخرا بهذا الاقليم في اطار الحركه الانتقاليه التي جهزها الاداره الترابيه مؤخرا بهذا الاقليم في اطار الحركه الانتقاليه جهزها الاداره الترابيه الحركه التي تاتي تنفيذا للتعليمات الملكيه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وإياده الداعيه الى تحقيق فعاليه اكبر وترشيد امتد للموارد البشريه بهيئه رجال السلطه والمراهن على تكريس معايير الجدية والكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية حيث تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل 360 درجة المبني على مقاربة أكثر تتمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء. كما أن هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تدشين مسار الانتقال المتدرج من نموذج الوظيفة العمومية قائمة على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، وذلك من خلال تكريس مقاربة ناجحة في تدبير موارد بشرية وزارة الداخلية قوامها الحرص على الالتزام الصامر بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية. وغاية تورقي بعمل إدارة تربية وفق ميزانية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين ومواكبة لحاجياتهم وراعية لمصالحهم التي ما فزع صاحب الملك محمد السادس نصره الله وإياده يؤكد على في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة. حضرات السيدات والسادة، إن هذه الحركة الانتقالية التي نحن بصددها وتأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش المجيد، وهو الخطاب الذي أكد فيه جلالته حفظه الله على مفهوم الجدية الذي يجب أن يظل مذهبنا في الحياة والعمل وأن يشمل جميع المجالات الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية من خلال خدمة المواطن واختيار كفاءات مؤهلة وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين ورتب الترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة. والجدية كذلك في المجال الاجتماعي وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن. كما أن الجدية التي يريد صاحب الجلالة حفظه الله تعني أيضا الفاعلين الاقتصاديين وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال. والجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة وإشاعة قيم الحكام والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص. انتهى كلام صاحب الجلالة.
إنما هذه الكتابة العامة ليست للهيينة، فهي العمود في قرن التي تقوم عليه كل مصالح الإدارة الإقليمية، وهي المحور الأساسي التي تنبني عليه المرافق الإدارية داخل العملة، كما تعتمد عليه القطاعات الإدارية الأخرى للمصالح الخارجية، وهي المبادرة المحرك الذي يعالج الملفات الإدارية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإقليم. إذا فإن الكاتب العام يطلع مسؤولية التطوير والتوجيه وتنظيم المصالح الإدارية، ويعتبر وسيط الوصل بينها وبين المصالح الخارجية القطاعية، وهو الصاهر على إعداد المنفات وتتبعها. وهكذا فإن الكتابة العامة للإقليم تلعب دورا أساسيا في تنفيذ توجيهات الملكية السامية وتنزيل السياسات الحكومية وأجراءاتها على الصعيد المحلي والتنسيق بين مختلف القطاعات ومواكبة عمل الجماعات الترابية، وهي مسؤولية جسيمة تتطلب مجهودا كبيرا وعملا دائما ومستمرا. حضرات السيدات والسادة، إضافة إلى السي عبد الله الحرش الذي تم عينه ككاتب عام جديد لهذه العمالة، فقد تم تعيين رئيس لقسم الشؤون الداخلية وجه سلطة جدد روعية في اختيارهم، معايير الجدية والكفاءة والمرضوية والنزاهة والروح الوطنية والانفتاح، خصوصا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده يحث في تحديد المفهوم الجديد للسلطة فكرة وممارسة على عامل القرب والتواصل الفعال من أجل تقريب المسافة بين مواقع المسؤولية والمواطنين. إذا فإن رجل السلطة مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط في العديد من المشاريع التي تعين على السادة رجال السلطة الجدد مواكبتها والسهر على تتبع سيرهم. غير أن كل هذه الأدوار الجديدة لا ينبغي أن تنسير في السلطة مهامهم الأصلية والتقليدية المتمثلة في الحفاظ على استتباب الأمن ونشر الطمأنينة وحماية الممتلكات، على اعتبار أن أمن البلاد وسلامة العباد وحماية الممتلكات من الواجبات الأساسية للدولة، فلا ديمقراطية ولا تنمية ولا حرية بدون أمن. أيها الحضور الكريم، إن رجل السلطة المكون تكوينا قانونيا وإداريا والذي راكب العديد من التجارب أداء مهامه، قد استوعب مما لا شك فيما يتوخى صاحب الجلالة نصر الله وإيده من تحديد للمفهوم الجديد للسلطة الذي يقوم على مختطفات من خطاب صاحب الجلالة رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي، وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطن، ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بممارسة ميدانية لمشاكل في أي مكان وإشراك في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة. انتهى مختطف من خطاب النائب السليم. فرجل السلطة وفي كل مراتبه ودرجاته يتوجب عليه خدمة المواطن وإرشاده وإعانته وحمايته من كل استغلال، وإشراكه في القرارات المتعلقة بتدبير حياته اليومية وتسهيل ولوجه لكافة الخدمات الاجتماعية التي تضمن كرامته. لذا يتعين أن تظل أبواب مكاتب رجال السلطة مفتوحة في وجه جميع المواطنين حتى يتسنى حسن استقبالهم والاستماع لتطلباتهم ودراسة مشاكلهم بالدقة والبالغة والسرعة اللازمة، بغية إيجاد الحلول المناسبة لها، وفي جميع الأحوال إعطاء أجوبة شافية وكافية لملتمساتهم ودعمهم في مساعيهم الرامية لاسترداد حقوقهم ورفع التظلم عنهم كلما تأكدت مشروعية مطالبهم. ومن شأن هذا السلوك أن يعزز ثقة المواطن في الجهات الإدارية عموما والسلطات المحلية على وجه الخصوص، وأن يرسخ نهج القرب من المرتفقين ويرتقي بالإدارة إلى مدافع على مصالح المواطنين. حضرات السيدات والسادة، لقد شهد إقليم النهضة سيرورة تنموية متميزة، ويعرف حالة دينامية اقتصادية واجتماعية مهمة بحكم موقعه الاستراتيجي ومؤهلاته الطبيعية والبشرية. إذا أغتنم هذه الفرصة لأطلب من سيدات العام الجديد ومن جميع السادة رجال السلطة سواء الملتحقين بهذا الإقليم أو المعينين به سابقا الانخراط الإيجابي في هذه الدينامية عبر التحلي دوما بخصال الانفتاح والحوار والتواجد الميداني والتعاون مع جميع الشركاء المحليين المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني ومصالح عمومية، وكذا عبر اعتماد ومكافأة الأبراج والمشاريع التي يعرفها الإقليم في العديد من القطاعات، وذلك حتى يتسنى لهم انطلاقا من التكوين الذي تلقوه والتجربة التي راكبوها طيلة أدائهم لمهامهم كإعطاء المفهوم الجديد للسلطة المدمرة والحقيقي والمساهمة في التنمية الشاملة في ظل عهد سيدنا المنصور بالله.
أيها الحضور الكريم، نعيش في هذه اللحظة جميعا حمد نصيب جلسة السلطان جلسة الكرامة السادة السيد عبد الله الحرش الكاتب أمير السيد صلاح الدين نصيح رئيس قسم الشرطة السيد مراد هبهابي رئيس دائرة مدير الحي الجميع السيد نور الدين زوار باشا الناطور السيد القاسم الهبو باشا مدينة المنصار السيد عزيز مرسلي باشا رأس المال السيد لالا حلامي رئيس منطقة حضرية بمدينة الناطور السيد عثمان طامي رئيس منطقة حضرية كذلك بمدينة الناطور السيد أحمد الفارس قائد بن سيدان السيد نور بن حبو قائد بوهاك السيد محمد مجبع قائد بن بوحيي السيد مصطفى رضي قائد بن شكر السيد محمد جميلة قائد حاسي بركان السيد عبد الجواد بن جلول قائد ملحقة إدارية السيد أحمد تباع قائد ملحقة إدارية السيد مصطفى الدريوش قائد دائم رئيس قسم الشؤون الداخلية السيد محمد هراوي قائد ملحقة إدارية السيد سحر خضاري قائد ملحقة إدارية وأخي السيد سلام خليفة قائد بإقليم الناطور حضرات سيدات السادة أتمنى من سيد الكاتب العام الجديد والسادة رجال السلطة الجدد التوفيق لمهامهم حادة إياهم على العمل جانب إلى جانب مع الجميع في انسجام تام وتعاون متواصل مع تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لكل ما بشأن أن يعمل على تدعيم أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمندمجة وفق ما يريده صاحب جلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه مع التحدي دوما بدور المبادرة والاجتهاد للوصول للأهداف المنشودة ويستجدون بالتأكيد في كل الأطراف جميع أوجه الدعم والمساندة لمساعدة معدة الطلع مهمهم على وجه المطور كما لا يفوت الفرصة بالمناسبة سبق أن أشكر رجال السلطة الذين غادروا الإقليم ونوه بمجهوداتهم التي بذلوها مدة عام الإقليم حفظ الله مولانا صاحب جلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم لما حفظ بالذكر الحكيم وأبقاه ذخرا وملاذا لهذا الوطن وأقر عين جلالته بولي عهد الأمير الجليل مولاي الحسن وسمو السيد الأمير مولاي رشيد وباقي أفراد أسرة الملكين الشريفين من سميع المجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.